يعني احنا شغلنا كله على المحاور المختلفه، نعمل ابحاث بحيث تخرج بتوصيات سياسه عامه غالبا للحكومه الاردنيه، لكن يعني بما أن الحكومة دائما تشتغل بشراكة مع مؤسسات تانية، فبتكون التوصيات للحكومة ولجهات تانية الفاعلة معها في الدراسة يعني أو في موضوع الدراسة. هلأ إحنا في المعهد نشتغل على 4 محاور، نشتغل على التنمية المستدامة مع المزارعين والمياه والتغير المناخي، ونشتغل على تنمية المجتمع المدني بحيث انه نوفر كفاءات يعني ومهارات تدريبيه للمؤسسات المجتمع المدني اللي هي عامله اصلا في الاردن، لكن بحيث انه نعزز كفاءتها. بنشتغل كمان زملائي على كيف نسميها اقتصاديات اللاجئين، يعني التحديات الاقتصاديه اللي سببها وجود اخواننا اللاجئين هون، لكن كمان كيف ممكن تكون في فائده اقتصاديه للاردن من وجود هذه العماله المدربه او الماهره في الاردن، كيف الطرق الانسب لاستخدامها. وفي الشغل لمكافحه التطرف العنيف او دراسه ظاهره التطرف العنيف، بنشتغل برضه بابحاث ميدانيه لمحاوله فهم الظاهره، لكن كمان تقديم توصيات بجهات مختلفة سواء تعليمية أو مع وزارة الأوقاف أو مؤسسات المجتمع المدني أو حتى مع الهيئات اللي بتشتغل مع العائلات نفسها. فبحيث إحنا بنحاول نقدم جهد بحث ميداني نوعي يخرج بدراسات فيها يعني مثبتة علميا، بحيث إنه صانع القرار يكون عنده قاعدة من البيانات الموثوقة اللي ممكن بناء عليها يتخذ قراراته في السياسات العاملين فيها في الأردن. دراسة رسم خارطة للمقاتلين الأردنيين اللي راحوا لسوريا. العينة البحثية لازم أعترف عينة صغيرة جداً، 5 مقاتلين فقط، لأنه يعني الشغل في هذا المجال محدود أمنياً صراحةً بموافقات أمنية يعني. لكن أنا جداً فخورة بهذه الدراسة، لأنه الدراسة سلطت الضوء على مشكلة المقاتلين اللي عادوا للأردن، وهذه بضوء التغيرات السياسية في المنطقة هذه مشكلة راح تواجهنا وهاجس لازم ننتبه عليه، مش بس على المستوى الأمني الحكومي بس على المستوى الشعبي، لأن المقاتلين اللي تحدثنا معاهم حكوا عن العزلة الاجتماعية اللي هم هلأ عايشينها، يعني هم كلهم يشتركوا بالندم للذهاب لسوريا من اللحظة اللي فاتوا فيها سوريا، يعني كلهم بلا استثناء حكوا عن أنه أنا فت سوريا بعد 2-3 أيام صرت بدي أرجع، صار عندهم الهاجس كيف بده يرجع، كيف يأمن هربوا مثلاً وهيك، وكيف ينسق مع السلطات هون. لكن لما رجعوا للأردن هم معزولين تماماً.